جعلت مثابة فهوى لها الفؤاد، وجعلت قياما فهي معلم ناصح. حمدا لرب العزة الذي هذا بيته عتيق مهيب لا توفيه المدايح. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانح. وأتمم لنا نورنا واغفر لنا سيدي، أنت القدير، أنت القدير، أنت القدير، ومعاملك الرابح. الله صدق وعده وعفا. يا صاحب البيت، يا صاحب البيت، أذهلتني اللوائح، ما تفتح من رحمة فلا ممسك لها، فيا نعم الرحيم الكريم، فيا نعم الرحيم الكريم الفاتح، فيا نعم الكريم الرحيم الفاتح. لك الحمد، لك الحمد يا رب الكعبة، يا مغيث الملهوفين في المواقف الصعبة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكيم. لم يخلق الخلق هملا ولا سدى، حاشاه ولا لعبة. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، من تقلب وجهه في السماء رجاء أن يوجه للكعبة فولاه الله قبلة يرضاها ليستقبلها عشية وضحاها، فهي أنسه التي تنسيه ما أتعبه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما طاف الطائفون وما اعتكف العاكفون وما سجد الساجدون وما نظر المحبون إلى الكعبة. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر من أسرار الحج، والقصة اسمها مثابة، قصة أسرار الحج تجعل الزيارة
لا يسأم منها أبدا، واليوم هو يوم التروية. اليوم هو يوم الثامن من شهر ذي الحجة، بداية الحج. اليوم يحرم الناس ويلبون من جديد ويستقبلون منى ليلبوا وليحجوا. اسمه يوم التروية. يوم التروية قيل إن معنى التروية مأخوذ من أن عرفات لم يكن فيها ماء، فكان جهد الحجيج في يوم الثامن من ذي الحجة أن يجمعوا الماء لري عرفة. بكرة هتعطش ولا إيه؟ نحتاج إلى ماء، نحتاج إلى ماء في يوم عرفة. لم يعد هذا الحال في هذه الأيام، وإنما صار اليوم يوم التروية، هو يوم من أيام منى، ولا يحمل الحجيج بحمد الله وعونه سبحانه وتعالى هم المياه في يوم عرفة. ولكن لعل القلب يحتاج أن يرتوي اليوم قبل أن يذهب إلى منى. قلبك ظمآن، قلبك عطشان. وفي قصة الظمأ والري عبرة مهمة. حين أسألك ما أحب المشروبات إلى قلبك، ما أحب المشروبات إلى روحك، ربما تحب المشروبات الغازية الباردة، وهذا يحب العصائر، وهذا يحب المشروبات الساخنة، وهذا يفضل المشروبات المزاجية، الشاي والقهوة والنسكافيه وغيرها من المشروبات. ماذا تحب؟ وحين نسأل عن المشروبات أضعك أمام امتحان. إذا كنت تحب المشروبات الغازية، إذا كنت تحب عصير الفراولة، أقول لك ما رأيك أن تظل طيلة حياتك لا تشرب إلا عصير فراولة؟ هل تستطيع أن تعيش بالشاي وفقط؟ إنك مهما شربت من شرابك المفضل ستظل محتاجا إلى الماء، ولا يرويك إلا الماء. كذلك القلب يظل ظمآنا ولا يرويه إلا ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحقيقة كلما ذكرت هذا الحديث أحب أن أقول زوروا مسجد شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم، وانظروا ماذا كتب على الماء البارد، كتب على ثلاجة الماء البارد قبل أن تشرب: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ورأيته بعيني شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ أسامة وهو يجيب السائل أو يتكلم، يصف وصفة لمرضى السكر الذين يشكون من جفاف الريق مهما شربوا، يقول: لن يرطب ألسنتكم إلا ذكر الله. ذكر الله سبحانه وتعالى. ونحن في منى، واليوم يوم الثامن. لب كثيرا، اجأر بالتلبية. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم في التلبية. هذا شعار الحج. اجأر، أصرخ، لبي، فرغ طاقتك، أخرج ما عندك، حرك روحك، اعرق من التلبية، بح صوتك من التلبية. لبيك 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 لبيك. اروي قلبك، قلبك عطشان ولا يرويه إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. لبيك مولانا لبيك، لبيك مولانا لبيك، لبيك ربنا لبيك، لبيك ربنا لبيك، لبيك سيدنا لبيك، لبيك سيدنا لبيك، لبيك حبيبنا لبيك، لبيك حبيبنا لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك.
ومن أهم معاني يوم التروية أنه يوم التروي. قالوا سمي التروية لأنه اليوم الذي كان يتروى فيه إبراهيم في شأن ذبح إسماعيل عليه السلام، فكان يتروى. ها يا بطل، ها يا حجيج، ها يا حجة، عايزين نذبح الذنوب، نريد أن نذبح الذنوب، نريد أن نذبح السيئات. وانظر إلى إلهك الذي ظلت علي عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. عايزين نشيل الأصنام اللي جوه القلب. قصة العشق الوهمية التي يظن المسكين أنه لا يستطيع التخلص منها، لو غضضت بصرك وكففت عن التفكير سينتهي الأمر. ذنب من الذنوب تعلق بالقلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن إلا وله الذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. تخلص من الذنب. نحن في يوم التروية، تروى في شأنك لكي تتخلص من هذه الخطيئة. ذنب التساقل عن صلاة الفجر في المسجد، تخلص من ذلك. تخلص من تأخير النوم، نم مبكرا لكي تقوم آخر ساعة من الليل وتتعبد لله أول ساعة من النهار. تروى، تروى في أمرك، تروى. ما الذي سينفعك؟ المال، البنون، الشهرة، البهرجة، المنظرة، الملابس، السمعة، كل هذا لن ينفع. تروى في أمرك. تحتاج إلى مزيد من القرآن ومزيد من الذكر. تروى في أمرك. أيضا من التروي أن تجمع الدعاء الذي ستدعو به غدا في يوم عرفة. ركز، ما الأدعية التي ستدعو بها غدا؟ تريد من الآن أن تجمع أسماء الله الحسنى موجودة في مقدمة كتاب الدعاء من الكتاب والسنة لشيخنا الشيخ سعيد بن وهف القحطاني. هات هذه الأسماء الحسنى التي في أول الكتاب واجمعها لتدعو الله بها غدا. أيضا جهز أدعية القرآن والسنة في نفس الكتاب. أيضا ستحتاج إلى كتيب مناجاة للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم لكي تدعو الله بأدعية السلف. تحتاج إلى جمع أسماء، إلى فهرسة الذين ستدعو لهم غدا. أريد أن أدعو لنفسي بشأن الدنيا وبشأن الدين، بشأن الدنيا وبشأن الآخرة. أريد أن أدعو لصحتي ولأدعو للعلوم وأدعو لصلاح حالي في العبادة. أريد أن أدعو للأرحام وأدعو لزملاء العمل وأدعو للإخوة الأحباب في المسجد. استعد، غدا يوم غير عادي. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك. وأهم ما في يوم التروية أنه يوم الخلوة. إن يوم التروية يمتاز عن بقية أيامنا. أنت ستذهب غدا إلى عرفات، ثم ستمسي في مزدلفة، ثم تعود إلى مكة، ومنها إلى استقرار في منى. فيوم الثامن نقضي في منى، ويوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر أيضا سنقضيهم في منى، والثالث عشر أيضا لمن يتأخر. أيام منى كثيرة، لكن يوم التروية يمتاز عن بقية الأيام في شيء، أنه كسنة للأسف بدأ يغيب. للأسف كثير من الحجيج خصوصا في بلادنا، كثير منهم من لا يذهب إلى يوم التروية في منى. فيمتاز لمن ذهب منى
يمتاز له الجو في الهدوء والصفاء وحضور القلب وجمع القلب. هذه الخيمة التي تراها الآن فارغة عليك في منى وأنت فيها وحدك ستضج بالناس في يوم العاشر ويوم الحادي عشر من ذي الحجة، فاستمتع بهذه الخلوة. قالوا من أسباب تسمية يوم التروية بهذا الاسم أنه اليوم الذي يكسر فيه الكلام عن الحج، حين نحج اللهم ارزقنا الحج يا رب، ونجلس في منى في يوم الثامن كثيرا ما يقول الناس للواعظ أو الداعية احكي لنا عن الحج، كلمنا عن الحج، ماذا سنصنع، فيبدأ في الحكاية ويبدأ في وصف الحج لهم ويحكي لهم أسرار الحج قديما وحديثا، وماذا كان وما الأسرار من أيام إبراهيم عليه السلام وما الفوائد في الحج الآن. فهو يوم الروايات والحكايات، اروي لنفسك اليوم حكاية قلبك، تحتاج إلى خلوة تروي فيها حكايتك، ولنفسك وبعدين وآخرتها كيف ستكون الخاتمة، كيف ستكون الآخرة، يا ترى ما اسمي عند الله. استعد يا بطل إلى يوم عرفة بجمع قلبك في منى، هنيئا لمن رزقه الله منى في يوم التروية، وأريد لمن منع بسبب رفقة تكسل عن هذه السنة أن يتشجع هو، وليثق أنه سيجد الأنس والعون والمدد من الله، بل وسيجد أثرا لجمع قلبه في الخلوة في منى. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بمنى يا رب. يا قلوب المحبين بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، وإلى عرفات العرفان قومي وتضرعي، وبين مزدلفة ومنى مولي المنى ثم ارجعي، فإذا قربت القرابين فقربي الروح ولا تمنعي. أيها الأحباب شددوا الشوق إلى حج بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانح. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.